كتير عايزه اتكلم فيها، وعارفه ان حضرتك كمان مجهز نقاط كتير عايز تخاطب بيها اولياء الامور. تحب نتكلم على مستوى رفيع؟ الناس بتسال عليه برضه. هو بص حضرتك، انا عايز اقول كتاب الانجليزي بتاع كونكت والباقه اللي باللغه الانجليزيه فيهم لغه انجليزيه كبيره جدا. انا مشفق يعني على المعلمين اللي هيدرسوا الباقه باللغه الانجليزيه، لان فيها ديالوج، فيها حوار. واحنا يعني نتكلم بصراحه، في اغلب المدارس الحكوميه عندنا مشكله يا فندم في اللغه الانجليزيه في التعليم. هي لا، هي انا بتكلم على مدارس اللغات والتجريب، لان هي اللغات الباقه مترجمه لمين؟ للتجريب، للرسم لغات، وللمدارس الخاصه لغات. مش موجوده خالص في الحكومه. لا، الحكومه العربي، عربي كلها. وده اللي كنا بننشده، انها تبقى بالعربي. هم الاولياء الامور طلبوا ده، لان فيها حوارات وفيها ديالوج. انا يعني سيادة الوزير أمس اتكلم إن ممكن إن شاء الله يعني في خلال 15 يوم يبقى عندنا كتاب تاني كونكت بلس. ده يبقى هو كأنه في لغة زيادة للمدارس التجريبي أو الرسمي لغات والخاص لغات والقوم. طب الكونكت بلس ده هيسهل إيه؟ لا، ده كأنه جرعة زيادة من اللغة الإنجليزية، كأنه بديل المستوى الرفيع. واحد يجي يسألني بقى سؤال، الله، وأنتوا ليه اخترتوا ده؟ ما اخترتوش حاجه تانية ليه؟ ده ما سبتوناش مع الكتب اللي معانا ليه؟ صحيح، ده سؤال، وسؤال مهم برضو. ولا مظبوط؟ صح جدا. انا عايز بس اقول ان احنا مناهجنا ماشيه في فلسفه. انت زمان، وكنت اللي انا كنت عايز اقوله في الاول، ان احنا كل ما بجيب مؤلف يالف يقعد يدي غزاره الماده العلميه. يا عم انا مش عايز غزاره الماده العلميه، انا عايز مفاهيم كبرى وانشطه والطالب يشتغل. المحاور بقى اللي ماشيه بقى، وده العالم كله، والاي بي على فكره ماشي محور كبير اسمه من انا، بعدين المحور الثاني العالم من حولنا، بعدين المحور الرابع اللي هو كيف يعمل العالم، المحور الرابع والاخير التواصل. لا ثواني، من انا، من انا، وبعدين عالم من حولي، وبعدين كيف يعمل العالم، وبعدين التواصل. ايه بقى الحكايه دي؟ دي اسمها محاور. جميع المناهج واخدة نفس المحاور. هل من أنا دي يعني أنا مين؟ أنا مين؟ أنا أسرتي مين؟ أنا بيئتي فين؟ ده بالنسبة مثلا لجريد 1. تمام. هيعلى بقى شوية، هيعلى شوية، هيبدأ بقى ياخد البيئة المحيطة، هيبدأ يتوسع للمدن، للعواصم، وهكذا. الشوارع، أمشي إزاي، أروح فين، الحاجات. بصي، لما نيجي نتكلم، لما نيجي يا دكتور نتعلم لغة أجنبية، نيجي نتعلم إنجليزي، فرنساوي، إيطالي، دي الاساسيات فعلا. انا اتكلم عن نفسي، ماي نيم از كذا، انا اسمي كذا، برافو عليك، اي ستادي كذا، هي كده، او اي ورك كذا. فاحنا عندنا بس عشان انا من انا، وبعدين ببدا اخرج من البيئه المحيطه، البيئه توسع شويه، توسع سبايرال كده، حلزوني. بص بالراحه بقى، لان دي مهمه. على فكره مدارس الاي بي في مصر بتعمل كده، والاي بي العالم بتعمل كده، واحنا واخدين روح الاي بي بالمناسبه يعني. ودي فلسفه تعلم اي لغه اجنبيه. احنا عندنا مناهج على مستوى مصر كلها في اللي جاي واللي رايق وان شاء الله في كله، هيبقوا اربع محاور. من انا، يبقى العربي بيقول من انا، العلوم من انا، الدراسات من انا، انت مع حضرتك. وبالتالي يتلاقوا، ما انا عايزهم يتلاقوا، امال انا عايز اقول تكامل ازاي؟ انا كان عندي يا فندم حاله نشاز بين المناهج. ما هو ده، ما هي دي بقى اللي كنا نقدر نقول ايه، اولياء الامور، لك المناهج كتيره، شيلوا حبه وملهاش علاقه ببعض كده، مش مطلعه شخصيه، مش مدياني طفل فاهم. بص حضرتك، بس عشان افتخر بيه كده وابقى حاسه ان دماغه عاليه، انا دلوقتي بقول من انا، وبالتالي لما باخد علوم عربي، رياضه، دين، تربيه دينيه حتى كمان، كلها من انا. فتبص تلاقي ان انت ما عادش فيه الحاجات الزياده، خلاص اللي عالجته هنا شلته هنا، ما عادش فيه تكرارات اللي كانت موجوده في قبل كده. ولذلك انا ما اقدرش اشيل حاجه خالص دلوقتي معايا حضرتك. فمن انا دي بقى ماشيه اولى، ثانيه، ثالثه، حسب خريطه المدى والتتابع، وفي اطار عام مناهج موجود مرسوم لحد ثالثه اعدادي، واخد بال حضرتك، مرسوم. ده الوزاره انجزته بالفعل خلاص. فانا ببدا بمشي واسع كده. انا بقى لو جبت كتاب مستوى رفيع مش ماشي بنفس الفلسفه، يبقى عندي بروبلم، عندي نشاز طبعا. انا بقول، فاحنا بس عشان ايه الدنيا تبقى واضحه، انا ده اللي انا بقوله، الكتب كلها مبنيه في فلسفه اربع محاور. من انا، وتم الاتفاق على الاستراتيجيه دي، خلاص طبعا، خلاص احنا ماشيين على الاستراتيجيه ده فريم ورك اتوضع، خلاص فريم ورك اتحط. خلاص، امال هشتغل، امال انا بنيت المناهج دي ازاي؟ هو انا بنيت المناهج اللي موجوده في ايد الولاد دول كده من غير فريم ورك؟ طيب، ومن غير وثيقه منهج لكل كتاب؟ طيب، طب معلش، انا النقطه دي تهمني قوي.
الخوف من التغيير، ودي ظاهره نفسيه معروفه، الخوف من التغيير موجوده عند اولياء الامور يمكن اكتر من الطلبه نفسهم. لا انا هقول لك يعني بص حضرتك هنتعامل معاها ازاي يا فندم؟ لان انا عايزه ولي الامر يساعدكم موجود عشان انا انا كاتب رساله لاولياء الامور اهو. اللي انا الموقف اللي انا فيه مع حضرتك النهارده جزء من اداره التغيير. بنشرح ونوضح اللي هو الاويرنس الوعي الموجود والتوعيه اللي احنا بنعملها دي. واحنا اشتغلنا حوار مجتمع كتير صحيح ومحتاجين، وفي الفتره القادمه هتزداد، وانا بقول لحضرتك اهو الفتره القادمه هتزداد، لان لو الناس كلمتنا بمفردات الكلام المنهج القديم او الفكر القديم واحنا ماشيين بمفردات، يعني مثلا الفكره دي الامتحانات وانا بتكلم تقييم صحيح، هنلاقي نفسنا مش عارفين نشتغل مع بعض. هتغيروا المنهج يعني ايه؟ يعني ابني مش هيبقى معاه منهج يقعد يحفظ بيه ازاي؟ ولذلك انا هنا بقى بقول يعني بقول فرصه بقى اقولها لهم يعني معلش يعني اتفضل، بقول للطلبه او التلامذه استمتعوا بالتعلم واندمجوا فيه وفكروا فيه ووظفوا في حياتك لما تخرج في نفس اليوم، لان انا اعطي لك مواقف مش هعطي لك معلومات مجزاه، فهتبص تلاقي في منها في بره في المجتمع المحيط. حضرتك طبعا ادرى مني انه في العالم كله بهيئ التلميذ اللي في المدرسه عشان يدخل لبيئه الجامعه بعد كده بالظبط، دي في المراحل وده ما كانش عندي الحقيقه، ما كانش موجود هنا عندنا. هنشتغل على ده.